وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة هند محمود، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة مطار البحرين. مساء الخير سيدة هند. إذا شركة مطار البحرين تستعد لبدء العمليات التشغيلية، ما هي الاستراتيجية التي تم اتخاذها لبناء القدرات البحرينية في مثل هذا المشروع الضخم؟ مساء الخير أختي مريم. أول شيء حابة أبارك للبحرين، البحرينيين كافة، وصولنا حق هالمرحلة من مشروع تنموي كبير مثل مبنى المسافرين الجديد اللي بدأ العمل فيه طبعا ما يقارب 4 سنوات، ويعتبر إنجاز كبير يحق لنا كلنا نفتخر به وكل من ساهم فيه من الكفاءات البحرينية. طبعا هذا احنا نعتبره دليل على شنو يقدر يقدم فريق البحرين للبحرينيين، وعلى رأسهم طبعا رئيس مجلس إدارة سعادة وزير المواصلات وكل العاملين في قطاع الطيران. أما بالنسبة حق السؤال، الاستراتيجية الأساسية للمشروع ما كانت فقط بناء مبنى عصري حديث نزوده بالأجهزة والأنظمة والمعدات التكنولوجية الحديثة، كان أيضا بناء كادر بشري مؤهل قادر على أنه يدير هاي المشروع، يعلم بكل تفاصيله ويكون مؤهل أن يقود قطاع الطيران وقطاع النقل الجوي في المستقبل. ارتكزت طبعا استراتيجية العمل في شركة مطار البحرين بشكل عام وفي هالمشروع بشكل خاص على أن احنا نبني قدرات بحرينية ذات خبرة. الخبرة اللي احنا عندنا إياها ممتدة من فترة طويلة في قطاع النقل الجوي. البحرين معروفة هي من أول الدول في منطقة الخليج اللي بدت طبعا صناعة الطيران، وتراكمت هالخبرة بحيث أن احنا اليوم عندنا الحمد لله الكوادر، وطعمنا لها كوادر شابة في كل مراحل المشروع، ساهمت أن هي تتدرب في المشروع من مرحلة التصميم والتنفيذ والبناء والتشغيل في الوقت الحالي. نعم سيدة هند، مشروع بهذا الحجم سيلزم معه أيضا تغيير في الهيكلة الإدارية لشركة مطار البحرين، ما هي أبرز هذه التغييرات؟ وحبذا لو تلقين المزيد من الضوء على هذه الجزئية. طبعا الكل يعرف أن احنا لازم نحط اعتبارنا أن المشروع تم استكماله وإدارته الحمد لله بنجاح بشكل متوازي مع إدارة وتشغيل المطار الحالي، فكان عندنا استراتيجية تشغيل المطار في نفس الوقت بناء مبنى مطار جديد وحديث، وفي نفس الوقت تأهيل كادر قوي للمستقبل. بس الحمد لله التحدي هاي استطاعت شركة المطار وجميع العاملين في المطار التغلب عليه حتى وصلنا حق هاي النتيجة المشرفة. من بداية المشروع احنا استشرفنا ان احنا لازم نحتاج حق اعداد تخصصات متنوعة، طبيعة العمل راح تختلف، التحديات راح تختلف، الأنظمة راح تختلف، فخصصنا مجموعة من البحرينيين في كل المراحل يشتغلون بشكل مباشر وموازي مع فريق الاستشاري والمصمم مقاول المشروع، خريجين واخصائيين بحرينيين. وطوال هال4 سنوات قمنا بشكل دوري بمراجعة احتياجات الموارد والكفاءات اللي تطلبها المشروع. طبعا احنا استحدثنا إدارة مثل إدارة خدمات الأمتعة، إدارة جديدة لأن النظام متقدم وجديد يختلف عن الحالي. نعم. ففي فريق عمل بحريني كامل موجود من عام كامل يتدرب على هالنظام. المراكز اللي تكلمنا عنها اللي هو مركز عمليات المطار اللي هو نعتبره قلب عمليات المطار، مختص جدولة الرحلات، إدارة أحزمة الأمتعة، الجسور الهوائية وغيرها من المهام التشغيلية، كلها تدار من قبل كادر بحريني تم تأهيله وتدريبه وحصوله على جميع التراخيص والشهادات الدولية والمحلية. وإحنا بكل فخر اليوم هاي الكوادر موجودة على مدار 24 ساعة لاستقبال المسافرين إن شاء الله، بالإضافة إلى طبعا مركز الهندسة، مركز تقنيات المعلومات، كلها موجودة من كوادر بحرينية تم توظيفها تدريبها استعدادا لهاي اليوم اللي إحنا كلنا إن شاء الله ننتظره. نعم السيدة هند محمود، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة مطار البحرين، نتمنى لكم جميعا التوفيق في الانطلاقة الجديدة للمطار، وشكرا جزيلا لك.